السلام عليكم، اهلا وسهلا عند خالتي زبيده ومرحبا بكم. دابا الصيف بالسلامه والعافيه دخل، دونك قلنا علاش ما نديروش لا كلاص الدراري والثلاجات. شنو درت؟ سمحوا لي ان بديت تسجل وما تسجليش، دونك بحال غنعاود. عندي ثلاثه البيضات، كندير صفر ثلاث بيضات 3 زو ثلاث صفر بوحدو والبيض بوحدو. غنطلع البيض بوحدو وغنزيد معاه. عندي هنايا 400 غرام ديال السكر، 400 غرام ديال السكر، نص كنديرو مع البيض، البيض البيض، ونص غنديرو مع لا كريم فريش. دوك غنطلع هاد البيض، ديال الحلوه غير 500 غرام ديال لا كريم فريش، حتى هي غتطلع شونتي. 500 غرام ديال لا كريم فريش كتطلع دغيا، لان ديال لاباج مسخي دونك كتطلع دغيا. ديال البيض اللي عندي ديال عشر البيضات وهادو غنطلعهم مع داك السكر اللي بقى ليا. هنا تقريبا 400 غرام ديال السكر، وانتم على حسب ما انتي كديروا كديروا كتقيسوا، كل واحد وعلى حسب الحلاوه اللي بغا. ويا بغات تطلع كلاص كيكون حلو ما عندنا ما ندير. هذا صفر ديال البيض باردون لو جون دوف مع داك السكر اللي بقى ليا، هي 400 غرام ديال السكر، نص درتو مع البيض والبيض ونص درتو مع الصفر. غندير لو تحت كيولي طوماط تقريبا، ما كيبقاش داك الطبيبات ديال السكر. ها هي تتيجات برجع. دونك قلنا هذا البيض البيض مع السكر، دونك عندي ثلاثة ديال البيض البيض مع السكر مع 200 غرام، وهنايا الصفر مع 200 غرام وحدة أخرى، وعندي هنايا 500 غرام ديال لاكخيم فخيش أنا طلعتها، وهنا عندي تقريبا واحد 150 علبة ديال الجبن الطاري، هو ولا تقريبا فيها 150 حتى 190 جبن. كي جديد فيه طبعا الملح، داكشي علاش ما درتش فيه الملح، دونك هذا ديجا فيه شويه ديال الملح، دونك غنزيدو مع هذا الصفر البيض، ومن بعد غنخلط كلشي. هكدا هاهو، وغنخلط دابا العناصر ديالي. عندي هنا غنزيد عليه هاد لاكخيم فريش مصوت، وغنزيد عليه داك بياض البيض حتى هو مع هاد الخليط وها لاكلاص ديالي واشت. ها هو ها لاكلاص ديالي تقريبا واشت. دونك اي نكهه بغيتي ديروا معها كديروا معها، انا ما درت لكمش. دونك هنايا اي نكهه درتي لافاني ديري لافاني، بغيتي ديري شويه ديال لي فخويستك داك سميتها الفواكه الجافه، بغيتي دير الفواكه الطريه. المهم هذا هو هي لا باز، القاعده ديال لا كلاص هو هذا في هذاك الشكل. سير قسمت النص ديال الخليط نص هكا ونص هكا باش ندير عاوتاني، وغندير فيه هادو ديال الشكلاط كيتباعو واجدين. غندير فيه جوج باش غندير واحد ديال الشكلاط وواحد ناتورال
الدراري كيعجبهم الشكلاط، بوغ درت فيه هذا بون، هذا غنخلطو هكا بهذا الشكل، دونك غيجي نكهة بيضة ونكهة بالشوكولا هكا، غيجي شكل آخر، وغنديرو الليلة كاملة تقريبا في التلاجة، غنديرو الليلة كلها في التلاجة، أنا مبغيتش نخلطو، بغيت نخليه هكا، يجي هكا، شتي كي جا، بغيت نخليه هكا مزوق، وهذا في البيت، دونك عاد غنديروه في المول، وغنقولكم الطريقة الأخرانية شناهي من غيبرت، أوكي؟ لاكلاص ديالي هانتوما ها هو، شتي كي دار، درتو في هادي باش يجيني هاد الشكل هكا كاري، شريت هاد البسكوي. بحال هكا طويل كيما بغيتو ديرو بسكويه كيما بغيتو ديرو ديرو، انا خديت هذا كبير شي شويه وغنقطع لاكلاص ديالي بحال هكا هكا، وغادي نحيدو وغنلصقو في البسكوي هكا، فوالا ها غيجي بحال هكا هكا، غادي نهرسها كيما هياش، غندير ليها بحال هكا وغندير لها هكا، غيجي بسكوي بحال هكا وكنبقى ندور ها، خاصو شي شويه كنزيدوه، خاصو شي شويه كنعاود نزيدوه وكنعاود نردوه في الكونجيلاتور باش كيبقى شاد، هانتو ندير كنلصق هو هذا لاكلاص ديالي، اش كنديرلو انا، مشي الا بغيت نخليه مدة طويلة كنعاود نديرو في هاد البابي في فيلم ألمونتيغ، شتي شوف هاد الشي كلو، المهم دابا انا هي كنعرف باش يمينة نحبسو غير هكا، المهم انايا غنقول لكم الطريقه نتوما شوفي هي هذا هكا، غادي نعاود نديرو في هذا باش ملي كتجي تاكل كتحيد داك البابي وكيبقى زوين هكا هذا هو الكارطو ديال لاكلاص ديالي ديالي كيكون بحال هكا كنديرلو وكنعاود نمشي في الكونجيلاتور، ما تشجي والو يمين، ها هو لاكلاص ديالي كيجا شحال زوين، تما بسكوي، الصحة والراحة، تحتكم وراحتكم.